بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان المنادى. المنادى هو اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب حضوره أو تنبيهه. طب إيه هي بقى حروف النداء؟ لو جينا اتكلمنا على حروف النداء للقريب هنلاقي إن هي الهمزة وأي. أما حروف النداء للبعيد أيا هيا وا. أما الأداة الأشهر على الإطلاق اللي هي يا، دي بتيجي لكل منادى قريبا كان أو بعيد. طب أقسام المنادى. المنادى عندي بينقسم لقسمين، منادى معرب وده بيكون منصوب، وبينقسم لثلاث أنواع: المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. والنوع الثاني من المنادى هو منادى مبني، وده بيكون مبني على ما يرفع به في محل نصب، وبينقسم إلى ثلاث أنواع: المفرد والنكرة المقصودة ونداء ما فيه ال. تعالوا مع بعض ناخد النوع الأول من المنادى وهو المنادى المعرب. المنادى المعرب أول نوع فيه المنادى المضاف، وده بيجي على صورة نكرة زائد معرفة طبعا بعد أداة النداء، وبيجي بعديه مضاف إليه مجرور، عشان كده سمي المنادى المضاف. زي ما أقول: يا طالب العلم اجتهد، يا طلاب العلم اجتهدوا، يا ذا العلم اجتهد، يا طالبي العلم اجتهد، يا طالبي العلم اجتهدوا، يا طالباتي العلم اجتهد. ملحوظة: المنادى المضاف لا ينون لو كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، وبتحذف منه النون بسبب الإضافة لو كان مثنى أو جمع مذكر سالم. المنادى الشبيه بالمضاف ده النوع الثاني من المنادى المعرب. سمي شبيه بالمضاف لأن هو بيتصل بيه شيء يتمم معناه، ما بيكونش مضاف، لكن غالبا بيجي على صورة نكرة بعدها جر ومجرور، أو نكرة وبعدها ظرف. زي ما أقول: يا طالبا للعلم اجتهد، يا طلابا للعلم اجتهدوا، يا طالبين للعلم اجتهد، يا طالبين للعلم اجتهدوا، يا طالبات للعلم اجتهد. ملحوظة: خدوا بالكم، احنا هناك كنا بنقول ان المنادى المضاف ها لا ينون، هنا بقى المنادى الشبيه بالمضاف زي ما شفنا في الأمثلة ينون لو كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ولا تحذف نونه. هناك في المضاف كان بتحذف نونه، هنا لا تحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. المنادى النكرة غير المقصودة، النكرة غير مقصودة معناها هي التي لا يقصد بها شخص معين، يعني مقصودش بها حد بعينه، وغالبا بيجي بعدها طلب. فأقول: يا طالبا اجتهد، أنا بكلم أي طالب. يا طلابا اجتهدوا، يا طالبين اجتهد، يا طالبين اجتهدوا، يا طالبات اجتهد. زي ما احنا شايفين في الملحوظة ان المنادى النكرة غير المقصودة ايضا ينون زي الشبيه بالمضاف لو كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم، وبرضه زي الشبيه بالمضاف لا تحذف نونه اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم. كده احنا خلصنا من المنادى المعرب. تعالوا بقى نخش على المنادى المبني. زي ما قلنا المنادى المعرب ثلاث انواع، ايضا المنادى المبني ثلاث انواع. النوع الأول المنادى المفرد، معنى كلمة مفرد يعني لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. يا محمد اجتهد، طبعا زي ما انتم شايفين ده اسم علم. يا محمدان اجتهدا، يا محمدون اجتهدوا، يا فاطمات اجتهدن. أيضا بيطلق على المنادى المفرد المنادى العلم، لأنه زي ما انتم شايفين بيجي على هيئة علم، بس في تعريفه بنقول هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ملحوظة: المنادى المفرد ده يبنى على الضم لو كان مفرد أو جمع مؤنث سالم، يبنى على الألف إذا كان مثنى، يبنى على الواو لو كان جمع مذكر سالم. المنادى النكرة المقصودة، احنا قلنا غير المقصودة أنا بذكر حد بس مش حد بعينه، أما المنادى النكرة المقصودة ده شخص بعينه.
الندى، المنادى النكره المقصوده، النكره المقصوده هنا مقصود بيها ان انا اقصد شخص معين، وبرضه غالبا ياتي بعدها طلب زي النكره غير المقصوده بالظبط، زي ما اقول يا طالب اجتهد، هنا نقصد طالب بعينه بكلمه، يا طلاب اجتهدوا، يا معلمان اجتهد، يا معلمون اجتهدوا، يا طالبات اجتهد. ملحوظة؟ المنادى النكرة المقصودة لا ينون لو كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ولا تحذف نونه لو كان مثنى أو جمع مذكر سالم. لذا ما فيه قال، لما نيجي ننادي على اللي فيه قال نأتي بعد حرف النداء بأي، دي للمذكر، وأية للمؤنث. طب تعالوا نوضح أكتر، زائد أحط لها ها للتنبيه، يعني هي تركيبة كده، يا أي ها ده كده للمذكر، ويا أية ها ده كده للمؤنث. ندي أمثلة، يا أيها الطلاب اجتهدوا، هلاقي هنا إن أيها دي مكونة من أي، ده المنادى وبيكون مبني على الضم في محل نصب، وها أداة تنبيه، وما بعد أيها أو أيتها لازم يعرب نعت مرفوع، فكلمة الطلاب نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. نداء لفظ الجلالة، لما نادي على لفظ الجلالة تكون الهمزة همزة قطع، يمكن دي معلومة تكون جديدة شوية عليكم، فأقول يا الله رحماك بنا. شايفين لفظ الجلالة يمكن أول مرة تشوفوه الألف الوصل بتاعته عليها همزة، بتتحط الهمزة زي ما قلنا لما ننادي على لفظ الجلالة، تكون الألف الوصل تتحول لهمزة قطع. فأقول الله لفظ الجلالة منادى مبني على الضم في محل نصب. الحالة الثانية إن إحنا ممكن نحذف حرف النداء يا ونعوض عنه بميم مشددة مفتوحة في نهاية اللفظ، فأقول اللهم رحماك بنا. هنا الميم اللي في آخر لفظ الجلالة هي دي عوضا عن أداة النداء اللي في الأول، فأقول اللهم لفظ الجلالة منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم عوضا عن حرف النداء المحذوف. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.